عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. معكم من جديد ام سلمى من قناتي وقناتكم سالومي تي في. كيف ما شفتوا البنات، اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الريب البلدي. هذاك البنات اللي كيكون حدا الجمع هو هذاك اللي غادي نوجدو دابا. غندير هذا، راه حليب ديال البقره البنات، غادي هو اللي غادي نخدم به الريب. هنا عندي جوج اترو ديال الحليب، عندي جوج اترو ديال الحليب، غادي ندير معاها 6 المعالق ديال السكر سنيده. راه ساهل البنات، كيوجد دغيا. ست المعالق، واللي بغى يزيد يزيد، المهم انا غنزيد واحد شويه. طبعا كاينين بزاف الانواع ديال الريب، المهم هذا ساهل يعني ما فيش بزاف ديال المقادير. تقدري تزيدي فيه فاني، انا ما متوفراش عندي دابا. كنحركوه مزيان حتى كذوب هذه السنيده، ودابا غادي نديرو على البوطه حتى يسخن، حتى يفيض، يعني ماشي يسخن، غادي يفيض، غنخليوه حتى يفيض ونرجعو نكمل معاكم. ها هو يلا بدا كيغلى، غادي يبدا يفيض مع السكر. البنات كيبان لكم بحال بدا كيتغير ليه اللون، دابا هو جاي طالع البنات، جاي فايت. دابا غادي نحيدو من فوق البوطه وعاد نمشي نكمل المقادير. دابا انا حيدت الحليب من فوق البوطه وخليته حتى برد شويه حتى كيولي دافي البنات، حيت الا درنا دانون، ها هو البنات دانون، الا درنا دانون والحليب سخون ما غاديش ينجح معانا، والحليب غادي يكلل لينا. يعني منخليوه حتى يولي دافي عاد نزيدو دانون. هذه هي النصيحه اللي نقدر نعطي عليه عليها هذا الريب. دابا عندي جوج اترو ديال الحليب اللي فيضت، غندير معاها جوج دانون، دانون فاني. درنا اترو ديال الحليب، راه كنديرو غير دانون واحد وثلاثة المعالق ولا ربعة ديال السنيدة. نحيدو هاد الماء اللي كيكون، ما تنساوش البنات تخليو الحليب تيولي دافي من بعد ما نحيدوه من فوق البوطه، باش ما تقولوش راه ما نجحش معانا ولا صافي. ونبقاو نحركوه حتى كيدوب هذاك دانون. شفتوا البنات دابا ما كيكلل لينا ما والو الحليب، يعني كيولي عادي. الا درناه سخون غادي يدار معانا، غادي يتحبب معانا وما غاديش يعني ما ناجحش. صافي ها هو دابا وجد. اللي بغى كما قلت لكم هو راه منسم بدانون فاني، واللي بغى يزيد معاه فاني راه كيزيدها. دابا غادي ناخد شي بيدو ولا هذا، المهم شي حاجه اللي كتسد، ومن الاحسن يكون شي بيدو.
صافي دابا غادي نسدو هاد البيضو، غنسدوه مزيان ونجيبو شي حاجه اللي سخونه نغطيوه بيها، بحال شي مانطا ولا شي حاجه اللي سخونه، المهم خاصو يكون دافي مزيان، ونحطوه في شي بلاصه اللي دافيه. انا غادي نجيب واحد المانطا، غادي ناخذ واحد المانطا، هذه البنات راه سخونه، غادي نديرو فيها اللويه فيها ونحطو في شي بلاصه اللي تكون دافيه. دابا انا راه صايبتو بالليل، غادي نحل هاد المانطا وهاد البيدو حتى الغدا في الصباح، وغتشوفوا معايا النتيجه ان شاء الله. خليكم معايا. صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كيف ما شفتوا البارح رحنا خدمنا الريب بالليل، واليوم على الصباح غادي نحل هاد الريب قدامكم. غادي تشوفوه، راني بيتو في مانطا وعاود زدت عليه الغطاء، بيتو في هذه سخونه وزدت عليه الغطاء. ها نتوما كتشوفوا البيضو حتى كي مع مزيره مزيان، حتى كي كيدخل لداخل يعني كيتعوج باش تعرفوا راه ناجح. وكتشوفوا راه عاقد، ها نتوما البنات راه عاقد، ها ها نتوما راه بحال دانون، ها ها كيجي بحال دانون، شفتوا البنات؟ ها ها عاقد، ها نتوما البنات شفتوا؟ دابا باش من هذا غادي نحركوه مزيان، نحركوه مزيان باش يجي بحال دانا، نحركوه مزيان عاد نقدموه. دابا غادي نحلوه، ها نتوما غتشوفوا، ها نتوما البنات شتو كي ولا سائل بحال دانار. ها نتوما البنات شحال زوين، وها الريب ديالنا وجد. دابا غادي نحولو انايا القراعي ونديرو في الثلاجه حتى يبرد عاد ناخدوه. نتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوا هذا الريب، راه ساهل وبسيط يعني دغيا كيوجد، ما فيش شي مقادير كثيره. كاين بزاف ديال الانواع ديال الريب، كاين ديال النيدو، كاين ديال شحال من حاجه. المهم اليوم شاركت معكم هذا، ومره اخرى غادي نشارك معكم انواع اخرى. نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناه.